السلام عليكم. عندنا اول استفسار من وايت كود ولد عمتي يقول اول شيء لما سجلت الفيديو هذا اللي تتكلم فيه ايش الادوات اللي استخدمتها من طيب انا بجاوب على السؤال بس احاول اني اصيغ السؤال بشكل ثاني. هل تحتاج المعدات غاليه على اساس تطلع بنتيجه زينه؟ هل المعدات هي سبب رئيسي في انك تعطي فيديو بشكل ممتاز؟ اذا كنت تطمح تصور بشكل احترافي فاكيد المعدات بتلعب دور. مثلا انا احتاج حاليا اني اصور بكاميرا 120 فريم في الثانيه، لكن اللي عندي الحين بس تصور 60 فريم في الثانيه، فاكيد المعدات تلعب دور اذا انا عندي هدف معين. اما اذا كان هدفك انك تسوي محتوى سواء خاص او عام فوجهه نظري انك ما تحتاج معدات غاليه، ممكن كاميرا الجوال تفي بالغرض. طيب النقاط الضروريه لصناعه اي محتوى بقولها على ثلاث نقاط. كبير تعليم البصري. التعليم البصري يعتبر من اهم الاساسيات اللي تساعد انك تسوي محتوى مرئي ممتاز. انك تشوف شغل غيرك هذا راح يساعدك كثير انك تتعلم من اخطاء الناس، وكثير من الاساسيات اللي يستخدموها الناس في بناء اي محتوى. مثلا اتكلم عن نفسي، انا بديت في 2016 كنت اشوف مقاطع اليوتيوب الشخصيات اجنبيه، يعني من اهمها يمكن كان جوناثان ماريسون، بيتر مكنن، رايان انجل. هذول يمكن شخصيات اللي ساعدتني كثير اني اتعلم منهم كيف طريقه المونتاج، كيف طريقه التصوير، كيف حتى يمكن اساسيات التصوير وغيره. ولما المحتوى الغربي يسبقنا بمراحل كثير، يعني احنا للاسف الوطن العربي ما عندنا يعني ممكن في ناس عندهم، يعني في ناس يمكن افضل مني بس ما عندهم الوقت او ما عندهم القدره انهم يحطوا المحتوى هذا في اليوتيوب. فيمكن هذه من احد الاسباب اللي خلتني اتوجه اليوتيوب واني يا ابو ايمن لا تك علينا يا ابو ايمن. ردت عليك اميره اشوف الارقام ها؟ اي قلت له على الساعه 6 ونص او 6. فالزبده كل ما تشوف محتوى اكثر راح تتعلم وتميز بين المحتوى الجيد والغير جيد. ايكي النقطة الثانية اللي هي كثرة الأغراض لا تعني جودة عالية، بمعنى أنك خذ الشيء اللي تحتاجه فقط واترك أي شيء ثاني، حتى لو شفت إعلانات، لو شفت أي شيء ثاني يجذبك، ركز على فقط اللي تحتاجه. مثلا إذا أنت مهتم بتصوير السيارات، شوف معدات تصوير السيارات، إذا أنت مهتم بتصوير الأشخاص، شوف متطلبات تصوير الأشخاص. ممكن أنت فقط تحتاج ترايبود وكاميرا، يعني أنت ممكن ما تشتري أشياء ثانية لأنك ما تحتاجها، فاشتري اللي أنت تحتاجه فقط. السوفت وير يعتبر الجزء المكمل للكيكه، او على قولتهم طيب على سبيل المثال لما تصور بكاميرا ب 10,000 ريال ويقابلها برنامج مونتاج مجاني، فاتوقع ان المجمل اللي انت راح تطلع فيه ما راح يكون بالشكل اللي انت تتوقع، راح يكون عندك امكانيات محدوده في المونتاج، فلا تتوقع انه راح يكون عندك اشياء او خيارات كثيره لان عندك كاميرا غاليه. انا عن نفسي لما جيت اتعلم على المونتاج ما بديت في الاي موفي لاني عارف ان الاي موفي كان خيار جدا بسيط، وانتقلت الى الجزء الاعلى منه اللي هو فاينل كات برو، وحاليا قاعد احاول اني اتعلم على البريمير لان البريمير في اشياء مو موجوده في الفاينل كات برو. في المقابل لو انت ممكن تصور بالجوال، تصور بكاميرا مثلا الجو برو، ممكن ما تحتاج البرامج هذه، ممكن الاي موفي يكفيك لان انت تبدا بشيء بسيط وممكن ودك تكون على شكل بسيط، ما ودك تتوسع بالمجال هذا، فممكن الاي موفي او البرامج اللي في الجوال ممكن تفيدك. فمره ثانيه اعيد، حاول تتعلم على برنامج يوافق جوده التصوير. اتمنى اني افدتكم شيء اليوم، وطبعا النقاط اللي ذكرتها ممكن في ناس تخالفني، في النهايه هي وجهات نظر، فاذا كنت تخالفني في هذا شيء طبيعي، واذا كنت توافقني الراي فخير ونعمه. بالنسبه لاخونا فيصل حطيت لك في الوصف كل المعدات اللي استخدمتها عشان اسوي الفيديو هذا. وإذا كان عندكم أي استفسار أو سؤال ممكن تذكره في التعليقات، ويعطيكم العافية. يلا سلام. إبراهيم طبعا هذا إبراهيم قاعد يتمالح. ممكن
ممكن في ناس تخالف. اوكي في صناعتها المحتوى حجي شهاب، حتى حجي شهاب قاعد يدق علينا. خلاص 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 جزء يعني سوفت وير كذا. طيب بنحمل بحمل الشهر. فكنت اشوف الشخصيات هذه، مثلا شخصيه النمر المقنع، شخصيه النمر الوردي. شلون